اهلا بيكم في كايرو دار مع الاخرى مع شابتر 1 statistics. واللي بنقول في الستاتستكس احنا عندنا شابتر 1 البروبابيليتي اتكلمنا انه بيتكون الاول من السامبل سبيس وبعدين بندخل على الايفنتس وده جزء من السامبل سبيس سبسيت اوف سامبل سبيس دخلنا على التايب اوف ايفنتس ودخلنا على الاوبريشن اون ايفنتس ونقلنا منها على البروبابيليتي وخدنا الاكسيومز اوف بروبابيليتي والرولز اوف بروبابيليتي دي مهمه جدا ارجع لها عشان تعرف وتكتبها عندك ايه هي كل الرولز بتاعت البروبابيليتي وعملنا اكسرسايز وهنبتدي نكمل اكسرسايز النهارده مع ال هاو تو يوز بروبابيليتي رولز في المسائل بتاعتنا. بس انا عايز وانت بتقرا المساله تقدر تحط الداتا معايا. هو لما يقول لك ايه اند بي ار تو ميتشوالي اكسكلوسيف ايفنتس، يعني ايه ميتشوال اكسكلوسيف؟ ميتشوال اكسكلوسيف معناها الانترسكشن ايكوال زيرو. يبقى اول ما تشوف لي ميتشوال اكسكلوسيف ايفنتس معناها ان الانترسكشن ب 5 بروبابيلتي اوف 5 زيرو، يبقى انت كده هتحط لي الانترسكشن هنا بكام؟ بزيرو. طيب هو بيقول لك كمان مدينا جيفن بي اوف اي وبي اوف بي وانت عندك الانترسكشن بزيرو خلاص او ما تكتبوش. بيقول لي فايند بقى بروبابيلتي اوف اي intersection B or complement أو بقول عليها the complement of A intersection B. Find the probability of the complement A intersection B. طيب أو non occurrence of A and B. دي ممكن تنطق non occurrence of A and B. طب ما أنت عارف إن ده أي complement في الدنيا 1 minus اللي تحت complement. يعني أنا أقدر أقول ده 1 ماينس الانترسكشن، وانا الانترسكشن عندي مش موجود لانه مش الاكسكلوسيف بزيرو، فاقول هنا 1 ماينس 0 يدينا 1. لما اقول لك probability of A complement intersection B complement ممكن تعمله اكسبريس، ممكن يجي لك كستيتمنت يقول لك probability of non occurrence of A and non occurrence of B. فانت تقدر تقول لي والله انا هاخد الكومبلمنت ده بره البراكت واحول الانترسكشن الى يونيون ويبقى 1 ماينس اليونيون. وطبعا 1 ماينس اليونيون يبقى انت محتاج اليونيون تجيبه اللي هو بي اوف اي بلس بي اوف بي. لما يقول لك هات بي اوف اي انترسكشن بي كومبلمنت يعني ممكن يقول لك probability of A and none occurrence of B، وكده هتقول probability اللي مش عليه كومبلمنت ماينس الانترسكشن عندك الاي الانترسكشن عندك بزيرو عشان ميتشوال اكسكلوسيف وتقدر تجيب الثلاثة. يلا تحل معايا بقى. هو لما تو ميتشوال اكسكلوسيف ايفنتس اتفقنا الانترسكشن بزيرو يعني قانون اليونيون مش هيبقى فيه الانترسكشن. فهو ادانا بي اوف اي وادانا بي اوف بي فطلع بي اوف اي يونيون بي 0.59. فلما يقول لي probability of A intersection B or complement يعني 1 minus اللي تحت complement يعني 1 minus intersection. طب ما انا قايل الانترسكشن بزيرو يبقى 1 minus 0 equals 1. طالب مني كمان دي مورجان لو ازاي بتشيل الكومبلمنت من على الاي وعلى البي يبقى 1 ماينس اللي تحت الكومبلمنت صح يبقى 1 ماينس اليونيون يبقى 1 ماينس 0.59 اللي هو 0.41. وكده لو انت فهمت المساله كويس اقراها كويس طلع الجيفن هتقدر تحلها بمنتهى السهوله. كان طالب كمان probability of A intersection P complement. طيب احنا اتفقنا القانون بتاعه الاول اللي مش عليه كومبلمنت اللي هو بي اوف اي ماينس الانترسكشن وانت عندك بي اوف اي والانترسكشن بزيرو فطلع 0.26. ننقل على اكزامبل تاني وده اكزامبل حلو مهم قوي مدينا بي اوف اي ايكوال بي اوف اي كومبلمنت ومدانا بي اوف بي ومدانا الانترسكشن بس هنا في على البي كومبلمنت. ده قانون عايز افرده وده قانون عايز افرده. قبل ما يطلب مني فايند حاجه انا عايز افرد القوانين اللي عندي. يبقى انت لما تيجي تشتغل لو انت عندك في الجيفن داتا فيها قوانين لا افردها الاول. يعني انت هتفرد لي ده لان ده قانون اللي هو ماينس بي اوف اي وهتفرد لي ده اللي هو بي اوف اي ماينس الانترسكشن. يبقى لما تفرد ده وتفرد ده هطلع اللي انا عايزه كله. تعالى نبتدي مع بعض نشوف هنفرد ده ازاي. P of A نزل زي ما هو B of A complement هو 1 minus B of A. يبقى اقدر كده اقول ان لما اجيب ده بالبلاس هناك يبقى 2 P of A equals 1 واقدر اعمل divided هنا واجيب P of A equal half. بقى عندي P of A وعندي P of B انما هنا انا
عندي هنا مشكلة في الكومبلمنت. ده قانون بي اوف اي انترسكشن بي عليها كومبلمنت، ده قانون تعال نشوفه اللي هو اللي مش عليه كومبلمنت ماينس انترسكشن. وطبعا هو اداني ده 5/12 وانا عندي بي اوف اي انا جبته بهاف، واقدر من هنا اجيب الانترسكشن وفعلا اقدر اجيب الانترسكشن فطلع 1/12. السؤال بيقول فايند بي اوف اي، فجبنا له بي اوف اي. فايند اليونيون، ما جبتش لسه اليونيون، بس انا عندي اي وعندي بي وعندي انترسكشن، فطالما عندي اي وعندي الانترسكشن وعندي البي اقدر اجيب اللي هو طالبه، طالب اليونيون، واقدر اقول ان الاي يونيون بي هو الاولاني بلس الثاني ماينس الانترسكشن. عندك بي اوف اي، عندك بي اوف بي، عندك الانترسكشن، وطبعا معاك كالكوليتر تقدر تعملهم ويطلع 3/4. تعالى لما يديني بقى هو اكسبيرمنت، والمفروض لما يديني اكسبيرمنت انا طلع السامبل سبيس، ولما طلع السامبل سبيس اشوف ايه اللي عايزه من السامبل سبيس. تعالى نمسك المساله دي بالراحه كده. بيقول لك a card is drawn randomly from 40 cards numbered from 1 to 40. انت عندك 40 cards 1 2 3 4 5 لحد 40، فده السامبل سبيس بتاعك from 1 to 40. Find the probability that عايز probability the drawn card carries an odd number. انت عايز الحاجات اللي فيها odd number. ايه الحاجات اللي فيها odd number؟ 1 و 3 و 5 و 7 و 5 و 7 لحد 39. بس كمان اختار منهم بقى divisible by 5 و divisible by 7 و divisible by 5 or 7. انت عارف لو ما كانش قال لك الكونديشن ده كانت بقى الموضوع سهل، كنت هتيجي ديفيزبل باي 5 تشوف قد ايه، تعمل ال 40 كاردز ديفايد 5 هيطلعوا 8، فهتقول 8/40. ده لو ما كانش قال لك ان في شرط هنا اود نمبرز. لو كان قال لك عايز ديفيزبل باي 7 فكنت هتعمل هنا 40 ديفايد 7 هيطلع كام؟ هيطلع 5. بوينت حاجه مش دعوه بالبوينت، فهيطلع 5/40. يبقى لما يقول لي انترسكشن بتاعهم هو عامل دبل ده 5/7 35، واشوف 40 فيها كام 35، اعمل 40 ديفايد 35 هيطلع 1 بوينت حاجه، خد ال 1 بس يبقى الانترسكشن 1. انما لا، ده اداك هنا شرط ان انت تشتغل على الاود نمبرز بس. يعني ايه؟ يعني انت شوف الاود نمبر اللي هم ديفيزبل باي 5. تعالى عندهم كده مع بعض، في ال 5 في ال 20 ما تاخدوش لانه ده ايفن. 5 10 ما تاخدهاش لانها ايف، 15 اخدها، 20 ما تاخدهاش، 25 اخدها، 30 ما اخدهاش لانها ايفن، 35 اخدها. يبقى انت اخدت الايفنت ايه اللي هم الاود نمبر وفي نفس الوقت ديفيزبل باي 5، ما خدتش الايفن، خدت الاود بس. وبعدين طلعوا كام نمبر؟ 1 2 3 4، فتقول لي 4/40. يبقى انت جبت له دلوقتي البروبابيلتي بتاع الايفن نمبر وديفيزبل باي 5، اود نمبر وديفيزبل باي 5، طلعوا 4/40. طب البي بيقول لك ايه؟ ديفيزبل باي 7 وفي نفس الوقت يكون اود. ما هو 7/1 7 7/2 14 14 ايفن ما اخدهاش، 7/3 21 اخدها، 7/4 28 ما اخدهاش لانها ايفن، انا عايز الاود بس، 7/5 35 7/6 42 لا انا عايز لحد ال 40 يبقى اخرج لحد ال 5. يبقى انت هتاخد الاود بس 7 و 21 و 35، طلعوا 3 بس من كام كلهم؟ 40. فاقدر اقول ان البي اوف بي ايكوال 3/40. طالب ديفيزبل باي 3 5 او 7، فمين الانترسكشن ما بين ال 5 وال 7؟ اعمل لهم ملتبلاي فيطلع 35. فعلا هو في 35، ده رقم انترسكشن مع ال 5 ورقم انترسكشن مع 7، يعني 35 ديفيزبل باي 5 وديفيزبل باي 7 اون ذا سيم تايم. يبقى هو اونلي 1 بس، اونلي 1، يبقى الانترسكشن بكام؟ 1/40. بقى عندك متوفر ال A وال B والانترسكشن، اقدر زي ما يطلب مني يطلب مني زي ما هو عايز. فطلب مني اليونيون اقول له الاولاني بلس الثاني ماينس انترسكشن، ويطلب مني زي ما هو عايز بقى. طيب تعالى ناخد نوع تاني من المسائل لما يتكلم على الديجيتس بقى. ولما اديك ديجيتس
من الارقام دي في ديجيت 0 في ديجيت 1 ديجيت 2 ديجيت 3. بس انا عايز افهمك ان ده اسمه اليونت ديجيت، تنس ديجيت، 100 ديجيت، يونت 1000 ديجيت. يبقى مهم قوي تعرف ان ده اليونت، تنس، 100 1000. فازاي فايند ذا نمبر؟ هو عايز بقى عايز نمبر انت تكونه from the digit of the number 3 to 1 0. Find the number which consists of two different digits. تعاوز تكون number formed from two different digits. يعني زي 21 32 10 21. عايز تعمل number consists of two different digits. يبقى لازم تعمل assembly space بتاعته. وبعدين بقى calculate the probability of the event that number is even or a tens digit odd. ده هنرجع له بعد كده. انما اهم حاجة انا عايزك تكون لي sample space من الارقام دي. عندك set of number 0 و 1 و 2 و 3. تعالى نكون منهم number formed of two different digits. فخدت ال 1 مع ال 0. هاخد الزيرو مع كله. يبقى 1 ما اقدرش احط الزيرو في اللفت طبعا، لانه زيرو 1 يبقى 1 بس. لا انا عايز 2 ديفرنت ديجيت. خدت ال 1 مع الزيرو ادي 10، 2 مع الزيرو 20، 3 مع الزيرو ادي 30. خلصنا الزيرو، ندخل بقى مع ال 1. خدنا 21 و 31 و 12 وممكن نعكس بقى. ما هو 21 تبقى 12، 31 تبقى 13. اوكي؟ حلو قوي. باقي مين عندك بقى؟ خدنا 0 و 1 وناخد ال 2، ناخد ال 2 مع 3 وناخد ال 3 مع 2. يبقى كده كملنا جميع الارقام. بس مهم قوي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9. فانت عندك النمبر اوف اس اوف سامبل سبيس ب 9. هو عايز بقى الحاجات اللي هي ايفن. انت عارف اي نمبر ايفن لو اليونت ديجيت بتاعته ايفن. ده اليونت بتاعته اود، ده نوت ايفن، كله على بعضه نوت ايفن. ده اليونت اود ما تاخدوش، يونت ايفن اخده 32. اليونت ايفن يبقى كل نمبر ايفن اخده. اليونت اود ما تاخدوش، اليونت اود ما تاخدوش، اليونت ايفن يبقى كل نمبر ايفن اخده. اليونت ايفن كل نمبر ايفن، كل نمبر ايفن. اخدت كل الايفن نمبر فطلعوا 1 2 3 4 5 وهم 9. فاقدر اجيب البروبابيلتي اوف ايه منه. وقال لي التنس ديجيت اد، يعني ده اليونت، ده التنس، ده التنس ايفن ما تاخدوش، تنس اد اخده. خدنا 32 ده التنس اخده لانه عايز التنس اد. تنس اد هنا وانا اهو في التنس اخده. 31 اخد التنس لانه اود. انما التنس هنا ايفن ما تاخدوش، التنس هنا اود اخده، اخد ال 30. التنس ايفن ما تاخدوش، التنس اود اخده. اخدت ال 10 1 2 3 4 5 6 يبقى دول 6 من كلهم 9. واقدر اجيب البروبابيلتي اوف بي، واقدر اجيب اليونيون. خد اليونيون اللي في A واللي في B، كل اللي في A خد كل اللي في B، بس ما تكررش، ما تكررش. يعني ال 10 موجوده فوق وتحت، خد منها 10 بس. 13 موجودة تحت مش موجودة فوق، خدها. 30 موجودة فوق وتحت، خد منها واحدة بس. And so on. فجبت اليونيون واقدر دلوقتي اجيب البروبابيلتي اوف يونيون. تعالى نعد اليونيون كده مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6 7 فطلع 7 اوفر 9. وكان ممكن حل تاني، كنت اقدر اجيب هنا بي اوف اي، واقدر هنا اجيب بي اوف بي، واشوف الانترسكشن كام واحد بقى هنا منهم. في 32 انترسكشن، في 12 عامله انترسكشن، في 30 عامله انترسكشن، واقدر اشوف الانترسكشن كام. فبجيب بي اوف اي واجيب بي اوف بي واجيب بي اوف انترسكشن، واحسب قانون اليونيون بطريقه ثانيه، بي اوف اي بلس بي اوف بي ماينس الانترسكشن، واقدر بنفس الطريقه اجيب بي اوف اي يونيون بي. وكده هنتعمق اكتر في المسائل اللي فيها اكسبيرمنت عشان نكون منها السامبل سبيس. وان شاء الله نبقى ندخل على الانواع اللي بنقدر نكون فيها السامبل سبيس عشان نتعمق فيها، لان الجزء ده اللي محتاج نتمرن عليه ونشوفه ان شاء الله
في حلقة قادمة مع كايرو دار.